علي الحجار فنون جميله، ما انت ما درستش اكاديميه؟ لا انا اتعلمت الغنى من ابويا، لكن الدراسه انا درست تصوير وديكور ورسم وكده يعني. طيب يعني انا السؤال ده مش سؤال تخصص دراسي، لانه انتوا الاثنين ما كان يعني ما درستوش موسيقى. لو سالناكم البيانو فيه كام مفتاح؟ كام يا على حسب على حسب الاوكتافات. في بيانو في بيانو في بيانو سبع اوكتاف في في على حسب وفي خمس اوكتاف هي سبع حروف. الاستاندر هيبقى فيه ثلاثة اوكتاف مثلا يعني؟ لا الاستاندر سبعة. كم مفتاح؟ كم صباع؟ سبعة كبير. كم صباع خمسة بيانو؟ خمسة الابيض والاسود خمسة اوكتاف. خمسة اوكتاف لا مش بتكلم على الاوكتاف، انا بتكلم على الصوابع المفاتيح. في في من عده يعني لو قلت تا 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 يبقى نقعد نعدهم. نقعد السبع سبع سبعه في 5 35 مثلا حاجه كده. لا 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 سبعه في 7 في 5 في 6 ب 30 حاجه كده. 5 في 6 ب 30 بتاعي. حد هنا عنده اي فكره في كم مفتاح ابيض واسود؟ لا انت الابيض واسود اللي بتعد الصوابع كلها. الصوابع لا هو كل واحد ابيض فوقيه اثنين اسود، لان انا كنت بغش في ايام ما كنت بمتحن كانت الدكتوره تقول تعمل علشان اقول الحرف ايه فهي تعمل كده انا اكون ببص فاقول لها فانا معلم الدو تحت ابيض واول حرف فوقيه اثنين فيها اثنين اسود فوقيه فعد واحد ابيض اثنين اسود وعد يعني واحد اتنين تلاتة بيبقى فيه فوق متين اسود. عد للصبح صفر اتنين. صفر هنا سبعة وصفر اتنين. هنا كل سبعة ابيض كل سبعة ابيض فيهم 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 ستة اسود خمسة اسود هو خمسة اسود هو كل سبعة ابيض فيه ستة خمسة اسود هو 88 الابيض والاسود مع بعض اجمالا يعني. بس هو اصل لانه محدش فينا بيانيست فمحدش صح. فكر انه يعد بقى الصوابع معلش يعني بسيطة. بس انا بقول لك كل سبعة ابيض فيهم خمسة اسود بس بس استفدنا معلومه طبعا. وانا قلت لكم معلومه هنزل لكم بالموضوع ده قلت لك معلومه.